يلا بسم الله. طبعا يا شباب احنا بنتكلم على كلمه فترات. الفترات دي يعني حاجه اسمها او حاجه بتعبر عن بدايه ونهايه، حاجه لها بدايه ولها بايه؟ نهايه. دي الفتره يا عمار، حط الكلمه على الوقت. دي اللي هي الفتره، ما بنقدرش نحددها بارقام لان عدد ارقامها لا نهائيه. فهنا الفتره قال لي في نوعين اساسيين فيها. قال لي في نوع اللي هو فترات محدوده وفي فترات غير محدوده. طيب تعال نشوف الاول الفترات المحدوده. قال لي الفترات المحدوده لها ثلاث اشكال. عموما لاي فتره لها ثلاث اشكال. الفتره لها شكل الاول شكل مجموعه، الشكل الثاني شكل فترة، الثالث خط العمل. يبقى دي ثلاث حاجات احنا بنشتغل عليها في الفترات المحدودة. طيب تعالوا نشوف هنا الفترات المحدودة ازاي اسلوبها. أول حاجة بيجي بالإيه؟ بالمجموعات. هنا قال لي لو عندي بص مجموعة قوس، آدي قوس هنا مجموعة، بيقول لي هنا السين حيث سين، دي البدايه بتاعتها محفوظه. ايه السين ده؟ دي كنا زمان بنقول عليها الصفه المميزه. ايه السين ده؟ ده رمز لاي ايه؟ ده رمز لاي رقم، فهنا بنحطها على طول كبدايه، محفوظه كده، سين حيث سين. سين حيث سين تنتمي الحرف، يعني ده عدد حيث. البدايه هي دي الاساس عندي. قال لي هنا س اكبر من او تساوي 2 واصغر من او تساوي 7. بص س ده اول شكل اللي هو شكل المجموعه. ده كده شكل مجموعه. بنترجمه لفتره. بنترجمه لفتره، ازاي بنترجمه لفتره؟ الفتره دي يا شباب ليها شروط معينه. ايه الشرط الاولاني؟ ان انا ابتدي من الرقم الصغير. لازم ابتدي من الرقم الايه؟ الصغير. فبص هنا انا ما بيهمنيش ده. خلاص احنا عارفين ان ده عدد حقيقي. فين الرقم الصغير؟ الاثنين ببتدي بيه الاول. بعد كده الرقم الكبير، ايه الرقم الكبير؟ 7. لحد كده في مشاكل يا شباب؟ يبقى ابتدي من الصغير للكبير. طيب هنا لو في يساوي اروح قافل، دي كده اسمها فتره مقفوله من الناحيه الاثنين. في يساوي يبقى مقفول، معنى ان انا بقفله او يساوي يعني انا واخد الرقم ده، يعني الرقم ده من احد حلولي. يعني هنا الارقام 2 ل 7، الاثنين موجود ايوه فبقفله. لو مفيش يساوي هقول لك انا هيتعمل ايه. يبقى انا باخد الرقم الصغير الاول وبعد كده الكبير. لو في يساوي بغلق، لو في يساوي بغلق. دي اسمها الفتره، دي نوع ثاني اللي هو النوع الثاني فتره. طب النوع الثالث اللي هو خط الاعداد. خط الاعداد بنعمل خط عادي اللي هو خط الاعداد الحقيقيه بتاعي عادي اللي هو فيه الارقام الموجبه والسالبه والايه؟ والصفر. فهنا عندي ادي صفر 1 2 3 4 5 6 7 سالب 1 سالب 2 سالب 3 وازود هنا رقم كمان ادي هنا 8. طب بعملها على اساس ايه؟ بالمسطره عادي مش مشكله، انا بظبط الارقام مش مشكله عندي. بشوف الفتره عندي من اول فين لفين. هنا الرقم الاولاني كام؟ 2. ارجع عندي الاثنين واعمل دايره. مقفول ولا مفتوح؟ مقفول. اروح قافل الدايره. دي السؤال ده جاي في الامتحان عشان ما احنا بنقول مراجعه. السبعة عامل عندها دايرة مقفولة ولا مفتوحة؟ مقفولة. أروح عامل عندها أظلل ده، أروح موصل ما بينهم وأظلل. لحد كده في مشاكل يا شباب؟ ده حاجة ثالث حاجة اللي هو خط العدد. يبقى الثلاث أشكال أهم، ده الشكل الأولاني مجموع، ده الثاني، ده الثالث. ده هنا اسمها فترة محدودة. ليه محدودة؟ لأنها محددة ما بين رقمين، لها بداية ولها إيه؟ نهاية، لها بداية ولها نهاية. طيب تعال نشوف كده مثال تاني ليها. لو قلنا أدي هنا س حيث س، بص محفوظة، س حيث س تنتمي الحرف و س اكبر من او تساوي 3 واصغر من 5. وتعالى نكتبها كده على صوره فتره الاول. درس يا شباب اصول هديه لك لان سهل جدا.
بنكتب فتره، الفتره عندي فين الرقم الصغير؟ ببتدي بيها محمد، ايه هو؟ الثلاثه، راح كاتب الثلاثه. الرقم الكبير؟ خمسه. الثلاثه هنا فيه يساوي؟ راح قافل. الخمسه هنا فيه يساوي؟ لا راح فاتح. خلاص؟ فهنا دي صوره فتره، يبقى دي الفتره. طب فين خط الاعداد؟ اهو برسم خط الاعداد نفس الكلام. ادي هنا صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، أهم حاجة يكون خط الأعداد فيه الأرقام اللي موجودة، أهم حاجة مش لازم أنت كتبت قد إيه من الأعداد. المهم البداية والنهاية تكون موجودة هنا. حتى لو مش كاتب لي أعداد سالبة مش مشكلة. هنا التلاتة وأروح عامل عندها دايرة. هنا مقفولة أقفلها. الخمسة عامل عندها دايرة، مقفولة؟ لا احسبها كده، واحد ما ظل ما بينهم كده الرسمة اتعرفت. طبعا انا مش هصور الورقة ده لان الورقة ده موجودة عندك يا شباب، نفس الأرقام عشان كده مطلعها من الموبايل. خلاص؟ فهمنا الجزء الأولاني؟ هتلاحظ هنا الفترة ديت الفترة هتلاقيها مقفولة من ناحيتين صح؟ ماشي يا سيدي يا أسامة؟ ماشي. فاسمها فترة مغلقة. فترة إيه؟ مغلقة. هنا الفترة فيها واحد مفتوح وواحد واحد مقفول، دي اسمها فترة نص مغلقة، يا إما نص مغلقة أو نص مفتوحة أو شبه مغلقة، أي حاجة نص مغلقة أو في واحد يقول لي نص مفتوحة، أي حاجة من الاثنين تنفع. أيوة سيدي. ما تقدرش من قبل الخط. إيه؟ ماله؟ عشان أبين إن الأرقام دي كلها موجودة عندي. ما أنت حاجة من الاثنين، يا إما الخط تحطه على الخط الثاني ده وتعمله عليه تقل يا اما تعمله فيه وتظلمه. تمام؟ استاذ في حاجه بقى مظلله ولا لا؟ يا عم انت في مشكله عندك لو ما ظللتش؟ لا لازم تظلم. لا لازم تظلم. لازم تظلم. طيب تعال نشوف هنا حاجه ثانيه. طبعا الورقه ده زي ما بقول لكم متصور عندكم يا شباب. هنا بيقول لي هنا س حيث س تندمج ح و س اكبر من الاثنين واقل من او تساوي الاربعه. يقول لي عبر عن هذه المجموعه في صوره فتره ثم مثلها. ده سؤال الامتحان ده بيجي كده. ثم مثلها على خط العمود. طبعا اول حاجه زي ما احنا قلنا بنجيب الفتره، الفتره هتبقى ايه؟ هتروح باصص هنا الفتره ايه الاولانيه اهي الفتره. هتبص اصغر رقم ادي 2 وادي 4، فين الصغير؟ 2، هروح احط ال 2 وبعد كده الكبير 4. ال 2 مقفول ولا مفتوح؟ ها مقفول ولا مفتوح يا شباب؟ مفتوح. ال 4 مقفول. همثل ما هو مقفول يعني للداخل. همثل على خط الاعداد. اهم حاجه الرقمين دول يبقوا موجودين. ادي صفر، واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سالب واحد، سالب اثنين، وهكذا. الاثنين فين يا شباب؟ ماشي يا اسام؟ الاثنين اهي. مقفوله ولا مفتوحه؟ مفتوحه، سيبها زي ما هي. وتبين في الامتحان او في الورقه انها مفتوحه. ما حدش يعمل لي دايره كده مش باينه مقفوله ولا مفتوحه. لا، اعملها لي كبيره عشان تبان انها مفتوحه. الأربعة مغلقة وأوصل ما بينهم وأظلل. أدي هنا ده الحل بتاعك. ماشي يا شباب؟ طيب تعال نشوف كده سؤال تاني. طبعا هنا الفترة دي نوعها نصف إيه؟ مغلقة. كل ده إحنا لسه في الفترات المحدودة. طيب تعال نشوف مع بعض كده. بيجي لي السؤال وده السؤال ده بقى مهم. يقول لي امثل الفترات الاتية على خط الاعداد. اطلع بره. اطلع بره بدل ما اقول اسمك وهطلعك بره التهذيب. الفترة عندي اللي هي سالب 4 و2.
هنا بيقول لي مثلها وقولها على خط الاعداد وقولها على صوره مجموعه. يعني مثلها وهنقولها صوره مجموعه بس انا اما اجيبها لك مثلها بس. هنمثلها ازاي؟ اول حاجه تعمل خط الاعداد سهله كده قوي. وهنحط الارقام بتاعتنا لازم يبقى الارقام دي موجوده. فدي صفر 1 2 3 4 5 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. اول رقم عندي اللي هو سالب 4 مغلق لانها ايه مقفوله. 2 مغلق نوصل ما بينهم هو ده خط الاعداد. لو انا طلبت منك صوره المجموعه تحفظ اولها ايه هي؟ تعمل كده س حيث س تعمل ح دي محفوظه اول خطوه. وتروح حاطط س اكبر من واصغر من دي تبقى عارفها بس انا يعني لما هجيبها لك في الامتحان بجيبها لك بالجزء اللي فوق بس. وتروح حاطط الرقم الصغير اللي على اليمين والكبير على اليسار اللي هو من اليسار لليمين يعني ده كده تبتدي بيه وهكذا. هنا المغلق تعمل يساوي مغلق تعمل يساوي كده انت كتبت صوره خط صوره ايه اسف صوره مجموعه. طبعا هنا انا زي ما قلت لك انا لما هجيب لك هجيب لك خلاص ماشي بس الثانيه دي مطلوبه منك بعد كده. تعال نشوف كده مثال ثاني. طبعا زي ما قلت لكم لتاني مره ان الورق ده كله متصور قبل كده وهعيد بعته ثاني هبعته لكم ثاني. تعالوا نشوف مع بعض كده. ادي هنا 1 و3 3 مفتوح خلاص. تعال نمثلها على خط الاعداد. قلنا هنمثلها على خط الاعداد هتبقى ادي 0 1 2 3 4 5 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. ادي 1 مقفول و3 مفتوح ووصل ما بينهم ادي الفتره اللي هتبقى. مين يقول لي طب في صورة المجموعة هتبقى ازاي؟ يلا يا عمار. سين اسمها حيث حيث فين؟ سين تنتمي لحاء فاصلة بنحط سين في النص أكبر وأصغر. ها واحد ثلاثة واحد أيوه نحط اللي على اليسار الأول واحد وهنا دي الزاوي ها والثلاثة زي ما هي. ده كده اسمها اللي احنا خدناها دي اسمها فترات محدود. تعال نشوف فترات بقى غير محدود. ده كده بالنسبة للفترات المحدودة. الفترات المحدودة شباب لقينا ان هي ليها ثلاث انواع. اللي هي عبارة عن فترة مغلقة زي ألف وباء ومقفولين كده. فترة نص مغلقة أو في ناس تانية تقول نص مفتوحة أو في ناس تالتة تقول شبه مغلقة أو شبه مفتوحة أي حاجة منهم. اللي هي يا ألف وباء بالمنظر ده يا إما ألف هي المفتوحة وباء المغلقة. النوع الثالث فترة مفتوحة. ودي اللي ألف وباء مالها مفتوحة. دي الفترات المحدودة. تعال نشوف الفترات الغير محدودة يعني. معنى كلمة غير محدودة يعني معناها ملهاش حدود محدده يعني ممكن تبقى ليها بدايه لكن مش عارف النهايه فين او ممكن تبقى ليها نهايه لكن مش عارف بدايتها يعني ليها احد الاطراف اللي تبتدي منهم لكن الطرف الثاني مش موجود ماشي. يعني زي ما مثلا بقول لك ايه الارقام اللي اكبر من 3 3 وكام هتعرف تحددها؟ لا. ليه؟ لان اكبر من 3 عدد لا نهائي فدي اسمها فترة غير محدودة. لكن لما اقول لك ايه العدد اللي اكبر من 3 واصغر من 5 خلاص انت محدد ما بين الثلاثة والايه؟ والخمسة. يبقى لما احدد رقمين دي فترة محدودة. لما اقول رقم واحد اكبر او اصغر يبقى دي غير محدودة. زي الفترات بقى الغير محدودة هنا س حيث س
تنتمي لحاء بشكل مجموعة، وراح قايل هنا ايه؟ س أصغر من الاثنين. بص شوف ازاي بقى نمثلها على خط الاعداد وازاي اعملها كفترة. اولا لما يبقى في عندي متباينة واحدة بس، يعني علامة واحدة بس، بيبقى في ما لا نهاية، يا موجب يا سالب. يا موجب يا ايه؟ لازم تعرف على راسك ده. يا موجب يا سالب ما لا نهاية، لان بيبقى ليها بداية ما لهاش نهاية او العكس. فانا هنا س تنتمي س حيث س تنتمي لحاء، حيث دي الرمز ده احنا قلنا نقطتين، حيث اللي هو تفسيري. ينتمي لحاء يعني عدد حقيقي. س اصغر من اثنين. لو عملناها خط اعداد الاول ازاي؟ ادي هنا خط الاعداد عندي. ادي صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. طبعا هنا معروف ان موجب ما لا نهاية. سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، لحد سالب ما لا نهاية. هنا ما عنديش غير رقم واحد بس. مع عبد الله؟ رقم واحد بس اللي هو كام؟ الاثنين، بحط الاثنين. طب مقفول ولا مفتوح؟ مفتوح. طب ايه الثاني فين؟ قال هنا س اصغر. بص تعرف ازاي س اصغر ولا اكبر؟ هنا الرمز اهو ودي العلامه اهي، الحته المقفوله دي معناها س اصغر. لما اقولها لك كده من ناحيه الرمز كده يبقى س اكبر. يبقى س اصغر من الاثنين. الاصغر من الاثنين يعني رايحه فين؟ للعيال الصغيره كلها. يعني رايحه من اول هنا الكبير اللي على اليمين، الصغير اللي على اليسار، يبقى رايحه كل اللي على اليسار ده. طب رايحه لفين؟ لاخر عدد، ايه هو؟ السالب ملا نهاية. بظل المنطقة ده. لما بتيجي تكتب الفترة يا شباب بنكتبها من الرقم اللي على اليسار، لأن معروف إن الرقم ده على اليسار هو الصغير. إحنا كل ما بنمشي على وسام، كل ما بنمشي على اليسار الرقم يصغر، كل ما نمشي على اليمين الرقم إيه؟ يكبر. فهنا الرقم يصغر، فبنكتب الرقم الصغير إزاي نعرفه؟ اللي هو على اليسار. طب هو هنا في رقم يا عمار؟ طب أكتب إيه؟ ايوه لما هنا مفيش رقم بكتب السالب ما لا نهايه، يبقى انا بكتب اليسار الاول وبعد كده اليمين، عشان الناس بتتلخبط ما بين موجب ما لا نهايه وسالب ما لا نهايه، ومين اللي اتكتب الاول؟ مش انت عندك ايه؟ اكتب اليسار الاول وبعد كده اليمين، يبقى سالب ما لا نهايه وبعد كده كام؟ 2. الما لا نهايه والسالب ما لا نهايه ارقام غير محدده. يعني ايه ارقام غير محدده؟ يعني ما اقدرش اقفلها لان مش معروفه. فعلى طول ما لا نهايه والسالب ما لا نهايه مفتوحه. والاثنين هنا مفتوحه ولا مقفوله؟ مفتوحه. اهي مفيش يساوي. اللي هو الشغل العادي بتاعنا. فالفتره بتاعتي طلعت كده. يبقى الفتره هي عشان تعرف تمثلها. طب ديت محدوده ولا غير محدوده؟ غير محدوده. اول ما تلاقي فيها مدى نهايه موجب او سالب يبقى غير محدود. اول ما الاقي فيها متباينه واحده بس يبقى غير محدود. خلاص شباب؟ تعالى نشوف كده مثال تاني والناس تبقى معايا بقى كده وتحل معايا بقى. عشان انا شايف ان ما لا نهايه ما غير محدوده بتبقى اصعب شويه من الثانيه. لو قلنا س حيث س بصوره شكل مجموعه تنتمي لحاء وس اكبر من سالب 3. ادي واحدة، الثانية س حيث س تنتمي لحاء وس أصغر من أو تساوي 4. تعالوا نشوف يا شباب مع بعض واحدة. طبعا أنا هنا في ناس تقول يا أستاذ أكتب الفترة الأول ولا أكتب خط الأعداد الأول؟ لا أكتب خط الأعداد الأول لأن أسهل. أول حاجة بعملها خط الأعداد. محمد نزل البتاع على راسك، محسسني ان في تلج نازل من السماء. ادي هنا صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، سالب أربعة. هنا موجب ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية. على طول يا شباب عشان ما حدش يجي يتلخبط، على طول اللي على اليمين هو موجب ما لا نهاية، اللي على اليسار سالب ما لا نهاية. حلو، وبعد كده نشوف الثانية تتحل معايا. هنا أول حاجة تحط الرقم. هنا سالب 3، أنا حاطط سالب 3، مفتوح ولا مقفول؟ مفتوح. مفتوح.
هنا السين اكبر ولا سين اصغر؟ اصغر اكبر 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 عند الحته المفتوحه انا بنقرا من هنا السين اكبر يبقى الفطر ناحيه اليمين اصغر ناحيه الايه؟ يسار اهي ناحيه اليمين واعمل نظام ده. طب لما اجي الفطر اكتبها ازاي؟ انت هتعمل الفطره ايه صح؟ ليها بدايه من هنا وليها نهايه كده تبتديها من اليسار لو مين اللي على اليسار؟ سالب 3 ومين اللي على اليمين؟ مجملة نهائي خلاص؟ طيب الأصغر بتبدأ فين؟ ها؟ الأصغر بتبدأ فين؟ اه اللي هو على اليسار على طول عشان ما تتلخبطش اللي على اليسار. فهنا السالب 3 مقفولة ولا مفتوحة؟ مفتوحة والملا نهائي من غير ما يتكلم اوعى تقفلها. لو اتقفلت يبقى الكلام غلط لازم تتفتح الملا نهائي وسالب ملا نهائي. ده قانون. طب يلا محمد كده حل معايا دي. انا لسه بحط الاعداد. هي محدودة الأول ولا غير محدودة؟ غير محدودة. لأن فيها متباينة واحدة وفيها رقم واحد. تحط التاء المغلق على الأربعة. ثانية واحدة كده. الأول تحط مجملة نهاية وسالب ملا نهاية الأول. هتحط دايرة؟ دايرة مغلق على الأربعة. عند الأربعة وأعمل دايرة مغلقة. هنا يا شباب يا إما بروح يمين يا يسار. هنا سين الأصغر. يبقى رايحة كده. وصلنا. طيب مين يقول الفترة شباب؟ يا يوسف؟ أربعة مغلقة. لا، إحنا قلنا من اليسار لليمين. اليسار لليمين. سالب. من سالب ما لا نهاية. لحد أربعة مغلقة. حطوا أرقامك الأول وبعد كده اقفل وافتح على مزاجك. يوسف كده سالب ما لا نهاية مقفولة ولا مفتوحة؟ مفتوحة. الأربعة مغلقة. تمام؟ طيب. في ممكن في الفترة غير محدودة ان تلاقي الفترة مغلقة. يعني الاثنين مغلقين؟ الغير محدودة؟ لا لا استحالة استحالة تلاقيها مغلقة ليه؟ لأن لازم تلاقي ما لا نهاية موجب أو ما لا نهاية إيه؟ سالب فاستحالة تتقفل في الناحيتين تمام؟ يا مفتوحة يا نصف مفتوحة. طيب تعالى نشوف كده أنا يا شباب الدرس سهل يعني صح؟ عشان لو خلصناه ننقل على مراجعه نبتدي مراجعه. طبعا ده يعتبر درس احنا شرحناه احنا بنراجعه تاني ده يعتبر مراجعه. يلا سيدي هنا ممثل الفترات الاتيه على خط العدد. سالب 2 وموجب ملا نهائي، ركز بقى معايا. سالب ملا نهاية وثلاثة. طبعا يا شباب هنا دي هنا هو قال لي مثل الفترات على الآتية على خط الأعداد. يبقى هنا جايب لي شكلين بس الفترة وخط الأعداد مش جايب لي شكل مجموعة. مش جايب لي شكل مجموع تمام؟ طيب تعال نشوف مع بعض. حط كمان هنا ارسم قال لي مثلها على خط العدد بس كده اهي. ادي صفر 1 2 3 4 مش لازم اكتب ارقام كتير يا شباب. المهم ده موجود. سالب 1 سالب 2 سالب 3 وسالب 8. قال لي هنا سالب 2 اروح اعمل على سالب 2 يا عدنان. مغلق ولا مفتوح عدنان؟ مغلق. أروح يمين ولا يسار؟ يمين لأن المدى نهائي. وصل بس هو عايز كده. تمام؟ بس لازم تعمل سهم ها؟ طيب الناحية الثانية. حل ها؟ شوف مع بعض كده صفر 1 2 3 4 ده أنا عايز حل ناس ما حلتش معايا يا شباب ها؟ ثلاثة مغلق صح؟ لا ثانية واحدة شوف الناس ما حلتش معايا. طيب يلا كده يوسف. ثلاثة مغلقة. ثلاثة مغلقة. ماشي اروح من جوه يمين ولا يسار؟ يسار. بس كده يا شباب. ده يعتبر درس الايه؟ الفترات اللي احنا ما نزلناهوش على المنصة احنا سجلناه كده وهننزله على الايه؟ على المنصة بإذن الله. تعال نشوف بقى مع بعض كده.